اخبار ليبيا ايه في 2017؟ بص لحظه بس بعد اذنك، انا بس قبل ما تقولي على ليبيا عايز اذكر الساده المشاهدين ان تليفوناتنا مفتوحه وموضوع امام حضراتكم ومعي ومعكم عالمه الفلك الاشهر بالشرق الاوسط نيفين ابو شاله سوف تجيب على كافه تساؤلاتكم. نرجع لليبيا. انا ليبيا حاسه روسيا ومصر تتعاون، سوريا روسيا ومصر سوريا تتعاون مصر وفرنسا على سيطرة الداعش في ليبيا. فرنسا وروسيا ومصر ولا مصر وفرنسا؟ روسيا ومصر وفرنسا سوف يتحالفون بيسيطروا على الداعش، يعني هيساعدوا الإخوة الأشقاء الليبيين في إن هم بيسيطروا على الداعش. ده في 2017 بإذن الله. إمتى؟ يعني اقدر اقول والله اعلم 6 شهور. 6 شهور واضح ان النص الثاني من السنه احسن من الاولاني. لا الست شهور هتبقى على الشرق الاوسط كلها، بس بعد 6 شهور هتبقى كويسه.